ثالث اليوم رح نكمل مع بعض اللي هو اسمه اخذنا امبارح مع المراجعات، اخذنا اليوم معاكم مراجعات اخذناهم مع بعض امبارح مع الطلاب اللي كانوا امريكا، وهلا بنرتب الحروف اللي موجودين عندنا هون عشان نكون ايش؟ كلمات مفيدة، تمام؟ نكون كلمات مفيدة. هلا احنا عندنا حروف مبعثرة، تمام؟ احنا نرتبهم عشان نعمل شو؟ نعمل جملة كلمة مفيدة. أول واحد مين يعطيني يرتب لي إياهم يعطيني منهم كلمة مفيدة؟ تفضل يا سيف. لحق. لحق، أحسن، ترتب لحق. اكتبيها أحسن، قصر اكتبيها. لحق، أحسن. لحق، خلي أكتبها بصوت يعني مبين أكثر تكون. لحظة، أحسنت يا سيد. طيب الثاني مين يحكي لي إياها الثانية؟ في عندنا الحروف اللي هي H U F A. وإيش ممكن أعطينا منهم كلمة؟ مين يعطيني كلمة منهم؟ يا دالس، تفضلي. خشوع. أحسنتي، خشوع قطعت بيها. بس خلي خطك تكتبيها عشان الكل يشوفه. خشوع، أحسنتي، خشوع. خشوع. طيب هون مين تعطيني اياها كلمة؟ تفضلي تولين. يطير. يطير. في عندنا باء مرتين تاني لازم نكتبها. يطير اللي حكيتها يطير حطت الياء مرتين، هي عند الباء مرتين مش التاء مش الياء. ايش ممكن كلمة تانية تكون؟ فكري فيها بسرعة. أنا بتعرف؟ عندنا باء يا طا باء مرتين الباء. اسماعيل طبيب. طبيب أحسن، طلعت يلا طبيب. بس أنا أعرف الفايدة وأحكي للطبيب. طيب عادي مشكلة. عادي بتحس أول. خلينا الخط كبير. طبيب أحسن، خلينا نضرب خط كبير. طبيب. طيب هون في عندنا أربعة، عندنا ألف وعندنا صاد وعندنا نون وعندنا تاء مضبوطة وعندنا ياء. مين اللي بيعطينا كلمة منها؟ آدم. تفضل. سنين. لا. صينية. لا. صنينة. لا. مين كمان بيعطيني كلمة؟ لا. صيانة. صيانة. سيارة. لا. ممكن واحد صحيح، أحسن برضو كمان صحيح. مين كمان كلمة تانية ممكن أنا كنت حاطة ببالي هيك. صيانة. كبر خطك مش عارفين. كبر خطك، لا صوت مكعبات مشكلة. أحسنت، أحسنت، برافو عليك. أنا كنت متخيلة كبيرة إنه مش حيشوفه. لا بشوفه، لا بشوفه. والله يا آدم لا لا بشوفه. لا لا. واو قدامك شوي. بس آدم سيارة، أحسنت. آخر واحدة تولين حسن. حطب، تفضلي. اكتبي حطب. خلي خطي في محل اسمه بطح. بطح شو عملت؟ شو بتحكي؟ أنا استنى شوي يا عمي، استنى شوي. إيش بدك؟ ما طلعت على اللوح. ما طلعت على اللوح؟ ما رفعتي إيدك، إذا بتحكي مين اللي طلع يطلع؟ ما طلعت، ما رفعتش إيدك. هنخبطك. حطب، أحسنت، برافو عليكي. هلا في عنا لنعطيكم كلمات وتركوا لي اياهم عشان تعطيني جمله مفيده مش كلمه مفيده. هسا اعطيكم احرف واعطوني كلمه، صح؟ هلا اعطيكم
كلمات اعطوني الجمله المفيده. اكتب معاه هسه ثالث السؤال، رتب الكلمات الاتيه لتكوين جمله مفيده. تكوين جمله مفيده، هذا في عندنا اول كلمه حاطين الطبيب، وعندنا حاطين معطفا، وعندنا حاطين ثيابه او ثيابه، وعندنا فوق وابيض يلبس. نعم الطبيب يلبس.